انا قصدي معناها على غرام، يعني على علي غرام غرام يزمو ياخذ فرصته، لازم ياخذ فرصته، هايط له ما دام العبد في الليسته جاي لازم يكون موجود. ما انا ما فهمتش وقتاش باش يولي موجود على غرام. مروان يتمسم لاعب مورالمون كي يخرج في الميتون بو، يقول لك خاطر ايش كلمك يا سلام، يقول لك اليوم هو صحيح بعيد برشا على الكومبيتيسيون سافوار لونترينور، خاطر خمم فيه نقص برشا ريتم في ساقيه ممكن خير لكونه ضد فريق كيما اتلانتا، يقول لك انا نخرجه خير معناتها خير، عرفت اسلام؟ خاطر يقول لك زوز اهداف في ميتون الاول، اليوم ممكن شونجمون اكثر من ماهوش هو سبب الاهداف، ما عارفين، ما هو عنده برشا ما لعبش. مي نرجع لك على غرام وانا حكينا فيه اسلام، قلت لي وقت ما يلعبش كيفاش ما يعيطوش، قلت لك يستحق يكون موجود في المنتخب. اليوم الطفل صغير محترف في البرة، احمد صالح قال لك جمعيه ماهيش كبيره، الشختار اليوم تلعب في الشامبيونز ليغ جمعيه كبيره، ليه قلت ما مشيتش جمعيه كبيره؟ واو بارابور نحن ديفونسور اليوم في تونس يمشي للشختار، اليوم يشارك في الشامبيونز ليغ في معناتها في بطوله محترمه كيما الشختار عندي انا، معناتها تسمى ب. نرجع لك لعلي غرام، الحقيقه كان بيوصل باش يعيط له اسلام للكونفوكاسيون معناتها هذه اللي باش تجي توا، انا نقول ظلم اللاعب قبل، خاطر اليوم كي تحب تقيم الملاعبي اليوم علي غرام عنده بريسك من جويليا لعب كان 90 دقيقه، وانا قلت لك مع الفكر يكون في المنتخب حتى هو على البنك، اما اليوم كي مش تعيط لعلي غرام راك معناتها كيما نقولوا سرق له في حقه قبل ما يفوز، خاطر علاش اليوم انت على غرام لعب 45 دقيقه حكمت عليه على 45 دقيقه باش يجيب المنتخب. باهي فقط نرحبوا بسيد علي الكعب. مرحبا يا سي علي. مرحبا، سامحوني على ضيعت البلاصه شويه. مرحبا، عايشك زدالي، وزدت وحشت عندي برشا، عايشك زدالي. هذا كل يوم ولا خرجنا من البلاصه نحبه، وانا الحقيقه كنت ملاعب يعجبني خاطر ايش يلعب بروح بقلب ولو الميكرو ولا معاه بقلب هذا حشيل كويس. نحكي على علي غرام، احمد الصالح حاب يعلق وبعد نعطيك. احنا ما فما حاجه اسمها منطق ولا مع كامل المنطقة الاحترامات، حاجه نسبيه، المنطق نتاعك انت مش منطق نتاعي، فما نسبيه فما امور معناتها موضوعيه. خلينا نحكي لك امور موضوعيه. انت باش تجيب على غرام المنتخب وتحب تلعبوا تيتولير والا رومبلاسون، خلينا نكونوا نمشيو مع نكونوا عمليين. انت المدرب يعيط لاربعه مدافعين معناتها في وسط الدفاع ولا انا عندك مرياح وعندك الطالبي وديلان محمود براون وعندنا تاع شو اسمه تاع الكلوب نادي الغندري. هل ترى على غرام قادر يفك بلاصه واحد من هذوما؟ اي نجم، اعطيني اسم بلاصه نادي الغندري. اي نجم يكون اكسال دوميتي، نادي الغندري عمره ما كان اكسال دوميتي. نادي الغردي الغندري تنجم قد اعطى لي بروف نتاعو كل ما عيطوا له كيف ناسيونال، والبارح والبارح سجل هدف زاد ما تعطيه نجم تلعب بيفو في روسيا. هدف تسجل هدف راه ماهيش لا 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 نحكي سعد العرماني، كل ما استحق المنتخب الوطني لقاه جاهز وقدم مردود ممتاز، وملاعب تنجم تستحق كاكسيال، تنجم تلعبوا تروزيام اكسيال، تنجم يكون بيفو، تنجم تلعبوا بيفو. والغندري من اللاعبيه اللي معناتها ما عمل لك حتى مشكل في الليكيب ناسيونال، لعب ما لعبش، لاعب منضبط ولاعب باهي في الجروب. اول ما قام الكونفوكاسيون تاع الغندري انت كنت كونتر باش يجي نادر الغندري. انا جامي لا جامي كنت غندري، لا جامي يا مروان، لا جامي جامي. خلينا ناخذوا راي سي علي الكعبي، نحكيوا على علي غرام. المعلومات اللي كانت عندنا ما كانش في الليست نتاع المنتخب باعتبار انه ماهوش يلعب. اليوم البارح احرج تقريبا ستاف تكنيك بوجوده اساسي في مقابله مهمه ضد فريق كبير في الشامبيونز ليج. هو ساعه نتفاهموا في حاجه، الوليد هذا نسمع فيكم في الراديو وانا جاي، نسمع في خويا وجدي اللي اعتقد كلامه كان منطقي برشا، يقول لك هذا ولد فريق القومي، تعدى على تابلات وانا بيدي كنت موجود في الجامعه، هو في الفريق الاوسط مع ماهر كنزاري في الفريق الاولمبي، يعني ستان فالور سير، سنتفهموا في حاجه، ستان فالور سير كابيتان، ستان فالور سير كابيتان نتاع المنتخبات الشبان. سي فيري اللي ماشيانو توا شختر ما لعبش اساسي لهنا، ماهيش مشكل ترونت مور معناتها هو اللي قاعد خليك كمل اي معاك كيك تدخل لي بعض قلت مشيان شختر ما لعبش اساسي ومش قاعد يلعب. سي فيري مش قاعد يلعب ولهنا عنده الحق فوزي بن زرتي ما عيطلوش خاطر مش قاعد يعطي فون دمو، لكن سيفتو يعني جوار نتاع مستقبل، يعني كان نجم يكون في المجموعه،
يعني كي ترانا في شختار في مستوى هذاك كل شيء وبارابور للبطولة الهائلة اللي عندنا في تونس ما يكونش ستامبلرسون تاع ما يكونش موجود على الاقل في الليستا سي لي مون دي شوز يظهر لي انا. لكن يقول لك عنده فوزي ان روبير يقول لك اللي يلعب نعيط له ما يلعبش ما نعيطوش. احنا نحكيو على القائمه الجايه زاد لي راهو حاجه اخرى لا اللي جاي لعب البارح لعب دونك النجم يدخل في الحسابات. سامحني ينجم ريكتيفي فوزي البنزرتي تاو سورتو هو ولدنا ولد المنتخبات فالير سور. وحاجه اخرى بربي اما خير انا نجيب على غرام ولا نجيب ديلان براون هاي نقول الحقائق للمستقبل. ديجا عندك مرياح موجود والطالبي كنا نحكيو في نفس الموضوع سيدي علي المنتخب الجاهز مش للمستقبل لا الحاضر لا الجاهز ديلان براون زاد 30 عام مش كبير زاد تعمل دوزانا يا سلام عاش ولدي زاد تعمل دوزانا شنية ولو كيما كان يحكي زيد احمد توا بالنسبه للاعب نتاع اسمه الغندري يلعب ستان بوليفالون يلعب بيفو يلعب ستوبر يلعب ليبيرو ينجم يلعب ريتم باش يسكتوا تو معناها لحظه بالله تو معناها الغندري اي وبرون لا نفس العمر لهم راهم بريسك الزوز لا 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 تو معناها لا لا سيدي علي معناها برون كبير والغندري صغير كيما كيف كيف زاد باهي لاحظتوها انتم جيبوا الزوز مع بعضهم جيبوا واحد برك سيدي علي خويا حاجه اخرى خويا انا واحد من الناس رايي الخاص انا عمري ما اقتنعت بفاليري ولا وش اسمه هذا ديلان براون عمري ما اقتنعت بهم صراحه تامه انا هو مرياح وشوف الحقيقه لين كانوا الحقائق باش تشوف حاجه في المنتخب. سامحوني قصلك على كلامك يا اسلام فما حاجه انتم قلتوها حاجه به سيرتو هو سيتان جون اليوم نحن متشرفين على جوار يلعب البرة باش حاجه خرجنا به اليوم بالكلمه قلنا ولد المنتخب هكا ولا علينا اخرين ولاد شكون دقيقه برك نكملوا ما تقول لي يا اسامه متفق ما تفرقوش بين التوانسه وبين الملاعبيه هذيك مرابي خنكملوا احنا اليوم نحكيوا على ولد منتخب هكا ولا اليوم باش تعرفوا على بار كونتر الغندري شوف ليكيب ناسيونال اذا يحبوا يلقاو له بلاصه الغندري شوفه ديما يجيبوه ناقص في اللاكس يجيبوه في بيفو لا مش يقاولوا يستحق باش يجي ويجيبوه فيه ما عندهمش مزيه يستحق عنده موازنه انا الغندري راه عنده وزن في المنتخب اليوم على غرام كل ملعب الى دوني ساتسفاكسيون سيدي الكعبي باش تشوف المنتخب اليوم عملناه نحكيو على ايمن دحمان في الفريق نتاعو يمر بفتره خايبه وعيطوا له للمنتخب هكا ولا على غرام اليوم ماهيش مسألة ترونتمون احتياطي مازال ملعبش ماتشوات معناتها اليوم نحنا قالوا ايمن دحمان نحميوه لازمنا نعيطوا له اسمعني مليح بتخش واضحة الفكرة وصلت اما خلينا نعلق لك ماهوش نفس ستاف تكنيك باش تنجم تقيم لا 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 من شنو الفكرة اللي كانوا ماخذينه قبل على غرام لعب ميتون انا نفرضوه تيتولير في ليكيب ناسيونال لا ماهوش ترونتمون معناتها اليوم كي نحكيو على ايمن دحمان لازمنا نعيطوا له باش نحميوه حتى هذايا زادة لازمنا نعيطوا له زادة نحميوه ولد المنتخب فرد بوست معاه افضل منه تجربة وخبرة وعلى كل المستويات قال اسلام تو كلمه باهيه استحمد قال اسلام كلمه باهيه كل ستاف عنده نظريته كل ستاف عنده قناعاته كل ستاف عنده فلسفته فوزي يقول لك نعيط كان يلعب كل ستاف عنده فلسفته وفكره الور ما ندخلوش هذا في هذا اما كلام مروان اعطي صحه الفو بروتيجي عملناه اون بروتيج جوار دو فالور ومستقبل جولنا وديما من ثلاثه لاربع الباهين علاش ما انا لعبش في ليكيب ناسيونال باش نبروتيجيو كيفاش ولد المنتخب كيفاش ولد بروتيج هذا اش معناتها ولد المنتخب الاخرين ولاد لا 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 عيطوا له بالسنيور بروتيجيو اش معناتها بروتيجيو معناتها كان يلعب تيتولير واليوم عيطنا الجمله باهي خلينا نتعداو نحكيو على علي معلول بعض الكلام اللي خرج